الرحمن الرحيم، معكم المعلمة هدير رحايمة من أكاديمية أوس التربوية. سنواصل معكم ما توقفنا عنده من شرح دروس لمادة الحاسوب لطلاب الصف الثامن. موضوع درسنا لهذا اليوم كيفية التعامل مع الشرائح. لقد قمنا في حصص سابقة بتصميم مجموعة من الشرائح، وهي الشرائح اللي أنا صممتها حابة أعملها عرض كامل، أو حابة أجري عليها بعض التغييرات أو التعديلات، مثل تكرار شريحة، نقل شريحة، حذف شريحة. في هذا الدرس عزيزي الطالب سوف نتعلم بعض هذه المهارات، وأول مهارة راح نتحدث عنها هي معاينة الشرائح وعرضها، حيث أنني أستطيع مشاهدة هذه الشرائح التي أنا قمت بتصميمها كما تلاحظون، التي قمت بتصميمها بعدة طرق، ومن هذه الطرق بننقر على إحدى الأدوات الموجودة في شريط المعلومات أسفل نافذة البرنامج، ومن هذه الأدوات عادي وفارز للشرائح وعرض الشرائح. خلينا نرجع للعادي. العادي هاي الأداة بستخدمها أنا عشان أصمم الشرائح والنصوص وأقوم بمجموعة من التعديلات عليها كما نلاحظ. وكما نلاحظ أنه يوجد شريحة واحدة فقط في حيز العمل. لاحظ معي، فقط شريحة واحدة في حيز العمل. أما بالنسبة لفارز الشرائح، نلاحظ أن جميع الشرائح ظهرت في حيز العمل واحد بصورة مصغرة. أنا بستفيد من هذه الأداة بأنني أستطيع نقل أي شريحة من مكان إلى آخر، وذلك عن طريق السحب والإفلات. لاحظ معي كيف بدي أعملها أنا. مثلاً شريحة رقم 6 بدي إياها تظهر شريحة رقم 2، بعملها سحب بالماوس، بعدين بحط بالمكان اللي أنا بدي إياه وبعملها إفلات. بهيك الطريقة أنا أكون نقلت شريحة من مكان إلى آخر. أما بالنسبة لعرض الشرائح، بستخدم هذه الأداة بعد ما أكون أنا كملت من تصميم شرائحي وعملت عليها كل التأثيرات اللي أنا بدي إياها، وذلك بالنقر على هذه الشريحة والانتقال من شريحة إلى أخرى عن طريق النقر بالماوس بزر الفأرة الأيسر. لاحظ معي، هاي الأداة الأولى أو هاي المهارة الأولى. أما بالنسبة للمهارة الثانية، أنا حابة أعمل تكرار لشريحة، بلزمني أو بحتاج أمرات إني أكرر شريحة. طب وعشان أنا أكرر شريحة لازم أقوم بمجموعة من الخطوات أو الإجراءات. مثلا حابة أنا أكرر شريحة رقم 3، بكبس عليها، كليك يمين على الفأرة بالزر الأيمن للفأرة، نلاحظ بظهور قائمة نختار منها شرائح مكررة. لاحظ معي عزيز الطالب، هون لاحظ أن تكررت الشريحة. فرضا أنا في عندي شريحة عملتها ومش حابة، حسيت حالي إني مش متقنيتها وحابة أحذفها، برضو نفس الإشي بروح على الشريحة اللي أنا ما بدي إياها، كليك يمين بالفأرة تظهر عندي حذف شريحة. وبهيك عزيزي الطالب نكون قد أنهينا شرح درسنا لهذا اليوم. شكرا لكم.